الجزائر تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب. أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب اعتبارا من اليوم الثلاثاء. وقال وزير الخارجية الجزائري إن قطع العلاقات مع المغرب لا يعني تضرر مواطني البلدين. ونقلا عن وسائل إعلام جزائرية، اتهم العمامرة المغرب بارتكاب أعمال غير ودية وعدائية ضد الجزائر. وأضاف العمامرة قائلا: لقد ثبت تاريخيا أن المغرب لم يتوقف عن القيام بأعمال غير ودية وعدائية ضد الجزائر، ولهذا قررنا قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، كما جاء على لسان وزير الخارجية الجزائري رمطال العمامرة.